ممثلو بعثات دبلوماسية يزورون مقر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في القاهرة، والزمالك يفوز بكأس السوبر المصري متفوقا على الأهلي. بلاغ ضد إدارة المترو بسبب إغلاق أجهزة التكييف، وقبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل عدد من السجناء السياسيين. تابعونا. أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تلقيها زيارة بمقرها في القاهرة من سفراء وممثلي 13 بعثة دبلوماسية تشمل كندا وفرنسا وألمانيا وهولندا وأيرلندا والمملكة المتحدة وأسبانيا والنرويج وأستراليا ونيوزيلندا والسويد وإيطاليا والاتحاد الأوروبي. وقالت الشبكة إن الزيارة كانت في سياق التضامن مع حركة حقوق الإنسان المستقلة ومع الشبكة العربية بعد الاعتداءات المتكررة على مديرها التنفيذي. ومعنا عبر الهاتف من القاهرة جمال عيد، المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. أهلا بيك معايا أستاذ جمال. ممكن في البداية تقول لنا إيه اللي حصل في اللقاء، وإيه الملفات اللي اتكلمتوا فيها، وإيه الملفات اللي كان مهتم بيها الدبلوماسيين اللي جاؤوا لزيارتكم؟ أهلا أستاذة سلمى. أهلا وسهلا. في الحقيقة يعني الاعتداءات لا تطال الشبكة العربية فقط، ولكن بتطال زي ما يعني الإشارة الحقوقيين والمؤسسات المستقلة. ده حصل مع المبادرة المصرية وحصل مع النديم. المبادرة قبضوا على باتريك، النديم يعني غير انهم قفلوا المقر اعتقلوا قبضوا على ابن دكتورة عايدة، مرة منعوه من السفر ومرة قبضوا عليه ضربوه. مؤسسات تانية واللي حصل مع مدى مصر مؤسسات تانية بتقفل. ف يعني هذه الانتهاكات الصارخة اللي ما بيقابلهاش يعني عدالة من النيابة. وحضرتك عملت مداخلة معايا قبل كده على الاعتداءات اللي تمت، والنيابة للأسف يعني لغاية دلوقتي ما بفتحوش أي تحقيق فيها يا أستاذ جمال؟ فتحوا التحقيق الاول وفعلا اكتشفوا انه معلومات مضلله وكاذبه جايه لهم من الاسم البساتين. في التحقيق الثاني يعني بعد ما انتهى وبتاع عضو النيابه نازل يعاين فجاه اختفى، ويعني منتظرينه قال لنا اتبعوا وانا جاي لكم، اختفى وما نزلش واحال تحريات لاسم البساتين اللي هم بقوا خصوم وكاتبين عليه قبل كده. فعرفنا ان في ايد عليا بتولف المسائل. طبعا في حمله تضامن واسعه لانه احنا بنشتغل بالقانون وعايزين احترام القانون وعايزين عداله، ففي حمله تضامن واسعه مصريين باعداد هائله وعرب. اتفاجئنا انه يعني ما كنتش اعرف انه في زياره واسعه جايه لنا والله، يعني انه اتقال انه بعض السفراء، فانا افتكرت اثنين ثلاثه يعني هيجوا يزوروكم ويتعرفوا على الشبكه والقضايا بتاعتها. وكنت عارف ان منهم السفير الالماني باعتبار انا واخد جائزه حقوقيه من المانيا، فده امر طبيعي. احنا نفسنا فوجئنا بالعدد الكبير. وهم اللي كلموكوا يا استاذ جمال، وهم اللي طلبوا ان انتوا تزوروهم، ولا انتوا اللي حاولتم تتواصلوا معاهم، ولا دي زياره؟ لا يعني احنا فضل. التواصل بيتم مع صحفيين ويتم طبعا مع ناس في السفاره بيستفسروا عن حالات مقبوض عليهم وسجناء راي اللي هم مليين السجون الان. بس هم بلغونا من كام يوم انه في يعني في كام سفير هيزورنا، فاحنا زي ما بقول لحضرتك قلنا اثنين ثلاثه لقينا العدد كبير. هم جم سألوا على اللي هو القضايا بتاعتنا وتاريخ نشأة الشبكة، وطبعا سألوا على الواقعة بتاعتي. وكان السؤال يعني اللي هو عندهم وعندي، ليه دولة يعني بتحشد قوتها في الضرب تحت الحزام وبشكل غير قانوني مع مواطن؟ أنا ما بعملش حاجة، يعني أنا بحترم القانون وبشتغل على القانون وبشوف مشاكل بشوف انتهاكات بتكلم عليها.
ليه هذا العنف وهذه الجرائم وبظباط يعني بيتعاملوا بالراحه وبثقه انه ما يفلتوا من العقاب. طب انا ما اعرفش طواطئ. النهارده مثلا انا هضرب لحضرتك مثال مين اللي بيغضبهم. صحفي مفرج عنه من يوم 5 فبراير النهارده 20، الامن منعه من انه يخرج في قرار قضاء بالافراج عنه تماما. الامن ما بيحترمش هذا القرار وما افرجش عنه. طب انا طواطئ واسكت؟ فبنتكلم بدل من ما ينفذوا القانون ويحترموه بيدبروا لنا اعتداء ويضربوا في الشارع. فده اللي حصل. انا قلت لهم ده، قلت لهم انا ما اعرفش ليه، انا مش داخل في شخص، ما يعني ما عنديش خصومه شخصيه مع حد، انا عندي مشكله في ان انا اسكت واتواطئ على انتهاكات بتتم. طب ليه انت؟ لا ليه انا؟ لا مش انا الوحيد في الحقيقه، هي مجموعه انتهاكات. انا كان نصيب الاعتداءات في الشارع والعربيه اللي بيستخدمها تتاخد ويكسر عربيه زميلتي، بس مش انا الوحيد، في نوع تاني من الانتهاكات محمد البكر اتاخد من عند النيابه. ده محامي حقوقي معروف يعني ومحامي اشطر مني. الدكتور عايده قفلوا المركز واعتقلوا او يعني ضربوا حسام ابنها المبادره خدوا. فلا الانتهاكات مش قاصره عليا، لازم نبقى واضحين علينا، بس هو الانواع المختلفه. انا كان من نصيبي الضرب. طب انا بقول في ضابط امن دوله اللي كان بيقودهم. مفيش عقاب، مفيش. طب استاذ جمال، يعني اللقاء ده كله اللي حضرتك اللي تم النهارده في مقر الشبكه العربيه لمعلومات حقوق الانسان ووجود سفراء من عده دول والى اخره، المشهد ده كله البعض ممكن يعتبره استقواء بالخارج وخيانه للوطن والى اخره من الكلمات اللي بيتم استخدامها احيانا. ايه رد حضرتك يعني على الكلمات دي؟ اتفضل. انا في الحقيقه ممكن البعض يراه وما يراهوش، انا مش مهموم بده. انا مواطن عايش في مصر بتعرض لاعتداءات. في ناس يعني زمايلي ودايره واسعه من المواطنين اتضمنوا معايا، ودايره من اصحابي عرب اتضمنوا معايا، واجانب اتضمنوا معايا، وناس قالوا لي هنزورك، فين الاستقاء؟ وانا رحت اشتكي لحد. ثانيا في الحقيقه يعني الدوله النظام المصري يعني يعمل الجريمه ويزعل ان حد حتى يصرخ من الالم. هو مش عار عليهم ان هم يجيشوا ضباط في الاعتداء على مواطن، وعار على المواطن ده بقت مشكلته ان الناس جم يزوروه، بقى هي دي المشكله؟ ده منطق معكوس ومقلوب. وانا يعني في الحقيقه اللي عايز زي ما بيقولوا طول الوقت شوف بالمنطق المقلوب هيشوفه بالمنطق المقلوب. دول مش عايزيننا، مش حتى عايزيننا نسكت، دول عايزيننا نتواطئ. مش هنعرف نتواطئ يا استاذه سلمى. طيب البعض برضو شايف، خليني انا منقل لك الاصوات المختلفه يا استاذ جمال. في اصوات تانية بتقول ان ما فيش فايده، يعني برضو حتى محاولات التواصل مع الدبلوماسيين الاجانب، محاولات كل البيانات اللي بتخرج من منظمات حقوق الانسان سواء جوه مصر او في الخارج، محاولات التواصل مع البرلمانيين والسياسيين، حتى الحوار والانتقادات اللي بتوجه لمصر نفسها من قبل دبلوماسيين وسياسيين، وكلنا فاكرين لما اتعرض ملف حقوق الانسان بمصر وانتقادات اتقدمت لها، كل ده ما بقاش مهم. يعني النظام مستمر في كل الافعال وفي كل التصرفات وفي كل الانتهاكات، واوضاع حقوق الانسان في مصر مش بتتغير. ايه رايك؟ طيب يعني اللي مقتنع بده هل هيحس بانتصار انه يقنعني ان مفيش فايده وهسكت، ولا يسيب اللي بيحاول؟ البلد دي بلدنا بنحاول فيها. انا لسه مش شايف انه الاحباط واليأس وانه مفيش فايده، ما وصلتش للدرجه دي، ولو وصلت لها هعمل ايه؟ يعني هعمل ايه؟ انا ممنوع مثلا من السفر، طب هعمل ايه؟ انا دوري احاول، انا يعني انا محامي دوري احاول. اللي مش شايف ان ده ليه لازمه خلاص ده حقك. بس على رايي يعني اللي قاله العظيم الراحل سيد حجاب، يعني ما تمنعوش الصبيين من صدقهم. انا دوري احاول، دوري اسعى، انا مش مطالب بالنتيجه. وفي الحقيقه لا، بقول لحضرتك بيجيب نتيجه. يعني انا الاعتداءات اللي بتتم دي والتشهير اللي بيتم ده معناه انه بيجيب نتيجه. ده بوضوح كده. احنا من يعني من اسبوعين يعني عامل مسيحي اتحرم من انه يعني اللي هو التناول المناوله، وعملنا البيان وقلنا ده ما يصحش، لا راحوا له في السجن وقالوا له ما كناش نعرف انك مسيحي،
وهن يعني هتأدي الشعائر بتاعتك المسيحية. لما بيضغط في حالة ممكن يجيب، مش ما بقولش إن الوضع بنجيب نتائج كتير، بس يعني أن تشعل شمع خير من أن تلعب من الظلام. اللي شايف إنه ملوش لازمة، طب يقول لنا نعمل إيه؟ هو إيه المطلوب نعمله؟ يعني إحنا في الوقت اللي كان فيه ظروف أفضل من كده نشتغل ونبقى موجودين، ولما الوضع يسوء واللي مطلوب مننا نبذل جهد نجيب ورا، يعني ده عيب وعار علينا في الحقيقة، إن إحنا في اللحظة القمع دي والبلد مليانة يعني سجناء رأي، إن إحنا نقف، سيبونا نحاول، إحنا بنبذل جهد مش ضامنين نتيجة. بس يعني زي ما بيقولوا إن ذهب بتقول إن في الوقت الحرج ده اللي قادر يعمل حاجة يعملها، ما أنتش شايف إن في أمل أو ما أنتش قادر تعمل حاجة، طب خلاص خد كم سيب اللي بيحاول يحاول، وإحنا بنحاول بالقانون مش بنحاول بحاجة تانية. بنشكرك، كنت معنا من القاهرة جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. شكرا أستاذ جمال، بنتمنى لك السلامة. فاز فريق نادي الزمالك بكأس السوبر المصري على حساب منافسه الأهلي، وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب أبو ظبي بدولة الإمارات. الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل السلبي، وتم حسم النتيجة بركلات الترجيح، ويعد هذا هو اللقب الثاني الذي يحصده الزمالك بالفترة الأخيرة بعد فوزه بالسوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي في مباراة التي أقيمت في الدوحة بالعاصمة القطرية. ومعنا من الدوحة محمد الجزار الصحفي المتخصص بالشؤون الرياضية. أهلا أهلا معايا يا محمد، ونقول إيه مبروك للزمالكاوية وهارد لك للنادي الأهلي ولمشجعينه. في البداية قولي، هل نتيجة المباراة دي كانت متوقعة على الأقل بالنسبة لك؟ في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا خلينا بارك واستغل الفرصة نقول مليون مبروك لكل جمهور الزمالك والزملكاوية في مصر وفي كل أنحاء الوطن العربي. الحقيقة الزمالك قدر ان هو يفوز بالبطولة الثانية على التوالي في أقل من أسبوع بعد بطولة السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي، اليوم يفوز على غريمه التقليدي النادي الأهلي بركلات الترجيح. صحيح ان المباراة كان فيها شد وجذب كتير الحقيقة، وكان فيها كمان يمكن الأداء الفني لم يرقى إلى المستوى المطلوب، المباراة انتهت بالتعادل السلبي، لم نشهد أي أهداف، لكن أعتقد أن الزمالك قدر أن هو يحقق المطلوب من هذه المباراة وهو الفوز وحصد اللقب للمرة الرابعة في تاريخه، ويمكن أيضا كان فاز بكأس السوبر الأفريقي للمرة الرابعة في تاريخه. أعتقد بطولتين مهمتين جدا لنادي الزمالك اللي بتنتظره الكثير من التحديات في شهر فبراير الجاري بخوض مباراتي الدور ربع النهائي في بطولة دوري ابطال افريقيا امام نادي الترجي التونسي، وايضا مواجهه الاهلي في الدوري المصري. فاعتقد ان الفريق كان محتاج لبطوله زي كده ليؤكد انه في الطريق الصحيح، وانه مع كارتيرون بدا يتحسس خطاه نحو استعاده الامجاد واستعاده منصات التتويج سواء على الصعيد القاري وايضا على الصعيد المحلي. مبروك مره ثانيه لنادي الزمالك، وهارد لك طبعا للنادي الاهلي. اعتقد ان خساره البطوله وضياع لقب السوبر من النادي الاهلي ليس نهايه المطاف، الاهلي يبقى نادي كبير ولديه العديد من النجوم وقادر على العوده من الباب الكبير لحصد المزيد من الالقاب واسعاد جماهيره في كل مكان. طب محمد، الاهلاويه كانوا بيقولوا ان فايلر ما فيش فريق مصري هيقدر يهزمه، ايه رايك في اختيارات فايلر في المباراه دي؟ يمكن فايلر، حتى أكون منصف، لا يمكن أن نقول أن فايلر مدرب فاشل أو لم ينجح مع النادي الأهلي خلال الفترة الماضية. بالعكس، فايلر محليا الأهلي يسير بخطى ثابتة، يتصدر بطولة الدوري منفردا انتصار تلو الآخر بدون أي هزيمة حتى الآن. لكن خسارة المباراة النهاردة أعتقد ربما كانت هناك بعض الأخطاء في تجهيز الفريق من الناحية النفسية والناحية المعنوية، وأيضا تعامله هو تكتيكيا خاصة في الشوط الثاني. الأهلي كان أفضل بشكل كبير جدا في الشوط الأول، كان الأكثر سيطرة، أتيحت ليه أكثر من فرصة لتسجيل
للتسجيل في مرمى الحارس محمد ابو جبل، حتى الهدف اللي تم تسجيله الاهلي قدر ان هو يصل الى الشباك لكن تم الغائه بدعوى التسلل. اعتقد ان مباراه للنسيان بالنسبه لفايلر، بالنسبه للنادي الاهلي على فايلر ان يراجع حساباته في العديد من الامور، خاصه مراكز بعض اللاعبين، الاعتماد على بعض العناصر بشكل اساسي او وجود البعض على دكه الاحتياطي. اعتقد اليوم كان لابد من وجود وليد سليمان في التشكيله والمشاركه في هذه المباراه. وليد دايما عنده العديد من الحلول الهجوميه، يمكن البعض كان بيشوف ايضا رمضان صبحي يستحق ان يكون موجود، لكن ربما المدرب كان ليه وجهه نظر انه عائد من الاصابه. اعتقد ايضا ان خروج محمد مجدي قفشه يجب ايضا على فايلر ان ينظر بشكل او باخر الى اهميه وجوده داخل الملعب الحقيقه، لان قفشه دايما بيعمل حاله كويسه جدا في نص ملعب النادي الاهلي من الناحيه الهجوميه وبشكل خطوره على المنافس. يمكن فايلر حتى بدايه المباراه او التشكيله الاساسيه كان في ايضا انتقادات ليها، قراءته في التغييرات خلال الشوط الثاني، كل الامور دي بتقول ان المدرب لابد ان يعيد حساباته في الكثير من الامور. لكن زي ما اسلفت وقلت في البدايه، خساره بطوله ليست هي نهايه الكون بالنسبه للنادي الاهلي. الاهلي يبقى كبيرا بجماهيره وبنجومه، وعلى بعض اللاعبين ايضا التحلي بالمسؤوليه الحقيقه، لان قميص النادي الاهلي ليس بالشيء السهل على احد ان يرتديه، لابد من الالتزام داخل الملعب وخارجه، وايضا التحلي بالروح الرياضيه. وما بقولش على الجانب الاخر ان لعيبه الزمالك ملائكه، لا، ممكن برضه كان في بعض الاخطاء وبعض الاستفزازات، لكن دايما مطالب اللاعب ان هو يركز اكتر في الملعب. لعيبه النادي الاهلي زي ما قلت عليهم مسؤوليه كبيره جدا، لان جماهيرهم لا ترضى ابدا سوى بحظ البطولات والالقاب. عايز اكد على نقطه مهمه ايضا، محمد، هو هل في خلافات حصلت ما بين اللاعبين؟ سواء محمود كهربا ده مرفوض، هل في خلافات حصلت ما بين اللاعبين اثناء المباراه؟ طبعا كان في استفزازات. قول بسمعك. طبعا في مشاكل وفي مشادات كتيره حصلت، وكان مشهد سلبي غير لائق على الاطلاق، لا يليق بقطبي الكره المصريه الحقيقه. الوم على اللاعب محمود كهربا اللي يمكن كان فيه استفزازات، وايضا رد عليه طارق حامد بشكل مش كويس على الاطلاق. وطبعا لا نقول هذا تصرف صحيح او الوم على الاخر، لا، انا الوم على كل لاعب تسبب في هذه الصورة السلبية التي ظهرت عن الكرة المصرية. وعايز أقول رسالة مهمة للاعيبة الأهلي أو الزمالك، انتوا بتأثروا بشكل كبير جدا في حضور الجماهير لما انتوا تكونوا بهذه الصورة داخل الملعب، فماذا عن الجمهور خارج في المدرجات أو خارج الملعب؟ يمكن اللعيبة لابد أن تتسم بالروح الرياضية، وزي ما بنقول إن في لعيبة خرجت عن النص وعملت مشهد مش كويس، لازم أقول برضو إن اللاعب محمود علاء لاعب نادي الزمالك عمل لقطة جميلة جدا، وممكن نركز على الجانب الإيجابي بشكل أكبر لما ذهب إلى عمرو السولية وحاول مواساته بعد المباراة بعد الخسارة. هي دي اللقطات اللي إحنا عايزينها تكون موجودة، لأن أعتقد اللقطات دي هي اللي هتمهد إن الجمهور يرجع مرة تانية للمدرجات في الدوري المحلي او في بطوله اي بطوله للكره المصريه. يمكن شفنا المشهد الجماهير الجميل من جماهير الزمالك ورابطه جماهير الزمالك في قطر او خلال مباراه الترجي وكاس السوبر الافريقي، لما رسمت اجمل صوره الحياه خلال تشجيعها لفريقها. ايضا الجاليه ورابطه الزمالك في الامارات عملت مشهد كويس، ونفس الامر بالنسبه للنادي الاهلي خلال مباراه كاس السوبر المصري. معنى كده ان الجمهور عندنا عنده قابليه ان هو يشجع بشكل حضاري ويلتزم داخل خلال المباريات مهما كانت صعوبة المباريات أو مهما كانت الحساسية مع المنافس الآخر. لكن يبقى في النهاية المسؤولية الكبيرة التي لابد أن يتحلى بها اللاعبين، لأن من هنا بتأتي الشرارة، شرارة إشعال الفتنة وزيادة التعصب بين الجماهير اللي بتمتد على الجانب الآخر للإعلام والردح على بعض القنوات الفضائية من قبل الإعلاميين. وأعتقد أن ده غير مقبول على شاشات التلفزيون، وغير مقبول في المدرجات، وأيضا غير مقبول في أرضية الملعب من اللاعبين اللي المفترض نجوم ومن لعيبة المنتخب المصري ولعيبة عندها خبرة وعندها مسؤولية كبيرة. فكل المشاهد دي إن شاء الله نتمنى أن تختفي ولا تتكرر في المستقبل. نتمنى يا محمد. خليني أسألك عن مباراة يوم 24، مباراة يوم الاثنين الجاي، وهي المباراة المؤجلة من الدوري المصري، بتتوقع إزاي الفريقين يتعاملوا معها؟
والله نتمنى بس او نتمنى او نامل ان يكون في تاكيد وفي وضوح مبكر ان المباراه هتتلعب ولا لا. في كلام كتير جدا المباراه هتتاجل، لا المباراه ستقام في موعدها، الزمالك مشغول في دوري ابطال افريقيا، الاهلي نفس الشيء عندهم ضغط مباريات، المباراه تقام على ملعب القاهره، على ملعب استاد القاهره الدولي، والملعب هيكون مشغول بمباراه سان داونز وايضا تدريبات فريق الترجي. فكل الكلام ده الحقيقه مخلينا تايهين، مش عارفين المباراه اساسا هتتلعب او لا. عموما المباراه لو اتلعبت نتمنى ان شاء الله يكون المشهد افضل من المشهد اللي شفناه في مباراه كاس السوبر المصري، وايضا من ناحيه الجمهور يكون متواجد وباعداد كبيره جدا، لان الحقيقه بنشعر ان الكره المصريه وكانها طبخه بدون اي ملح، بس ليس يا لها محمد اي احنا مذاق على الاطلاق حتى وان كانت المباراه بين الاهلي والزمالك. قرينا ان هو بالفعل تم اتخاذ قرار ان تتلعب المباراه بدون جمهور، مع ان وبرضه لما قرينا استغربنا جدا، يعني ما شفنا المباراه دي اتلعبت في ابو ظبي وكان في جمهور كبير وكان الجمهور مبسوط واللعيبه مبسوطين بوجود الجمهور، وشفنا المباراه ايضا اتلعبت في الدوحه كان في جمهور وجمهور كبير، جمهور الزمالك حاضر، وكان الاجواء زي ما انت ما حكيت وقتها الاجواء كانت جميله واللعيبه كانوا مبسوطين بوجود الجمهور، فليه ممكن يتم قرار زي كده بمنع الجمهور مره تانية في مباراه مهمه كده؟ ما انا عشان كده قلت لك ان مساله حضور الجمهور ومستقبل المباراه اقامتها من عدمه ربما بسبب الدواعي الامنيه التي نسمع عنها دائما، واتحاد الكره لا يوجد حسم في مثل هذه الامور، فاعتقد ان ده بيخلينا قدام مشهد حزين الحقيقه. طب ازاي ما هم دول المصريين برضو اللي كانوا بيشجعوا في قطر واللي بيشجعوا في الامارات، هم اوريدي جماهير الاهلي والزمالك ومنتمين لانديتهم لكن بيشجعوا بشكل حضاري. المشكله في مين دلوقتي؟ هل المشكله في اتحاد الكوره ولا المشكله في الاهلي والزمالك ولا المشكله في الجمهور نفسه؟ اعتقد ان لابد من التعامل او النظره بشكل افضل من التي عليها لملف الجمهور الحقيقه في الكره المصريه، لان زي ما قلت لك المشهد سيء جدا وسلبي ان تلعب مثل هذه المباريات. وشفنا قد ايه الزخم الاعلامي الكبير جدا سواء بمباراه السوبر الافريقي اللي كان طرفها نادي مصر وهو الزمالك، وايضا مباراه السوبر المصري اللي كان طرفها فريقين مصريين الاهلي والزمالك، قد ايه الزخم الاعلامي وقد ايه الجماهير كانت حريصه على الحضور. فاعتقد انه شكل مش مقبول على الاطلاق لما يكون الفرقه المصريه بتلعب بره بهذا الزخم وبهذا الحضور الجماهيري الكبير، وفي مصر يكون اللاعبين وتكون الانديه محرومه من الحضور الجماهيري. بنشكرك، كنت معنا من الدوحة محمد الجزار الصحفي المتخصص بالشؤون الرياضية. قدم المهندس الاستشاري عمرو رؤوف بلاغا ضد إدارة المترو يتهمها فيه بإغلاق أجهزة التكييف والتهوية بالمحطات والقطارات ببعض الفترات توفيرا للكهرباء، وهو ما قد يساعد على نقل العدوى. كما جاء في البلاغ أن وزارتي الصحة والبيئة لم تقوما بقياس جودة الهواء لإجبار وزارة النقل على اتباع المعايير الصحية اللازمة. ومعنا عبر الهاتف من القاهرة خبير النقل المهندس الاستشاري عمرو رؤوف. أهلا بيك معايا يا باشمهندس عمرو، وزي ما أنا قلت البلاغ حضرتك قدمته عشان خاطر وزارة النقل أو هيئة المترو بتقفل التكييفات ومراكز التهوية زي ما حضرتك ما ذكرت في البلاغ عشان يوفروا. هل البلاغ ده يا فندم قائم على أسس قانونية؟ يعني هل في معايير واضحة ومكتوبة إن لازم يكون في التهوية دي في المترو وإن والأجهزة التكييف دي تكون شغالة بهذا المستوى، وهل في معايير ايضا او قوانين مكتوبه ان وزاره البيئه ووزاره الصحه تكونوا مسؤولين عن يعني عن جوده الهواء وعن جوده التهويه والى اخره؟ مساء الخير استاذ سلمى. اهلا وسهلا يا باشمهندس. هو المترو بيفتخروا، هيئه الانفاق بتفتخروا انهم بينقلوا 3.5 مليون راكب يوميا. كونهم بينقلوا 3.5 مليون راكب بدون ده شيء خطير، ده ممكن ينشر امراض. احنا النهارده عندنا كورونا منتشر على مستوى العالم، اي واحد ينزل يركب المترو في المحطات الرئيسيه العتبه اكيد مقبول، ملايين والاف البشر في كل محطه مفيش فيه تكييف، ده ينشر امراض. احنا العمليه مش مجرد حر ونبعد شويه عشان الناس ما تعرقش
وحاجه رفاهيه. المشكله ايه؟ جريده البوابه كانت نشرت ان الكهرباء بتشكل 40% تشغيل المترو. يعني تكلفه التذكره 20 جنيه حسب تصريحات وزير النقل، ده تكلفه التشغيل بس. 20 جنيه منها 8 جنيه من ال 20 جنيه منها 8 جنيه تكلفه الكهرباء بسبب التكييف والتهويه. فوزاره النقل كان قدامها ثلاث اختيارات. واحد انهم يشغلوا التكييف ويرفعوا سعر الكهرباء، بس طبعا المواطن ما يستحملش الكلام ده. الاختيار الثاني انهم يشغلوا التكييف وما يرفعوش سعر التذكره، بس ده يسبب لهم خسائر. فهم اختاروا الاختيار الثالث انهم يوقفوا التكييف ما يشغلوهوش ويقللوا. وهو ده اللي اتنفذ. مع 3.5 مليون راكب بدون تهويه مناسبه وبدون تكييف، ده كفيل انه ينشر امراض. يعني نفترض دلوقتي ان عندنا سايح مصاب ركب الخط الاول لمصر القديمه لزياره الكنيسه المعلقه، او ركب الخط الاول للمطريه لزياره شجره مريم، والسائح ده هو مصاب وعطس، هيعدي كل الموجودين في العربيه. طب باشمهندس، يعني الكلام ده هو المفهوم على انه للمصلحه العامه، مفهوم راي حضرتك ومفهوم مساله العدوى لو ما فيش تهويه، لكن هل الكلام اللي حضرتك بتقوله ده، هل في قوانين بتنظمه؟ هل في لوائح داخل المترو بتنظمه؟ هل في كلام مكتوب ان لازم يحصل تهويه دي؟ هل في كلام مكتوب ان وزاره البيئه ووزاره الصحه يعني مسؤوله عن قياس جوده الهواء داخل المترو؟ الو باشمهندس عمرو. طيب هو للاسف فقدنا الاتصال باشمهندس عمرو. اتمنى ان احنا نعود الاتصال معاه مره اخرى. نخرج معاكم لفاصل ونعود لاستكمال فقراتنا، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. شهد اليوم والأمس موجة من أوامر تجديد الحبس أو قبول استئناف النيابة على قرارات إخلاء سبيل. القرارات شملت الناشط علاء عبد الفتاح والمحامي محمد الباقر وعلاء القرداوي والدكتور شهدي الغزالي حرب وهيثم محمدين وخالد داوود رئيس حزب الدستور السابق، بالإضافة لرامي شعث منسق الحملة الشعبية لمقاطعة إسرائيل. نشاهد المزيد من التفاصيل. وبتنضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة فاطمة هشام زوجة الدكتور شادي الغزالي حرب. أهلا بك معايا دكتورة فاطمة، وخليني أسألك في البداية، طمنينا على شادي، أخباره إيه وأخبار صحته وأخبار نفسيته إيه؟ أهلا بحضرتك. بالنسبة لشادي، أنا امبارح كنت عندي في الزيارة، وإحنا كان عندنا جلسة تجديد أول امبارح، فلما أنا موجودة عندهم امبارح ما كناش لسه نعرف القرار هل تم التجديد او لا. ف
فالحقيقة شوفي كان امبارح محبط ومكتئب على غير العادة، هو كان أحسن من كده الفترة اللي فاتت. فاطمة عشان الصوت للأسف عندي مش واضح، فخلينا نعود الاتصال بك مرة تانية عشان الجميع يكون قادر ان هو يسمع الكلام بتاعك. الحقيقة انا بالنسبة لي، يعني بالنسبة لي انا شخصيا كسلمى، يعني شيء حزين ان انا اقعد اقرا اسماء الناس دي او اي ناس تانية، خاصة الناس دي اللي الواحد يعرفهم بشكل شخصي ويعرف قد ايه هم وطنيين وقد ايه هم شرفاء وقد ايه بيفيدوا مصر ومن ولاد مصر الطيبين زي ما بنقول. دكتور شادي الغزالي حرب اللي احنا بنتكلم معاه وبنتكلم زوجته، هو دكتور ناجح ودكتور بيعالج الكثير من المرأة، وكلنا نشهد وكنا شايفين خطوات تقدمه في عمله السياسي. فبالتأكيد شيء حزين بالنسبة لنا ان شادي عدى عليه حوالي سنتين في الحبس الاحتياطي ومحبوس انفرادي. الحزين اكتر ان برضو، يعني انا مش عايزه اتكلم عن حد واسيب على حد، على عبد الفتاح محمد الباقر، علا القرضاوي، شادي الغزالي، هيثم محمدين، خالد داوود، الناس دي كلها عندها عائلات بالمناسبه، عندهم اطفال محتاجينهم، محتاجين ان هم يكبروا وسطهم، عندهم ام واب، في منهم للاسف فقدهم وهم في السجن، يعني سواء والده او والدته توفوا وهم في السجن، وكان اكتر حاجه رحيمه قدر يعملها النظام ان هو خرج حد فيهم عشان يدفن والده ولا والدته. خلينا نعود مره اخرى للحديث مع فاطمه، وهي اكيد افضل مني في النهايه تحكي عن وضعهم. فاطمه كلمينا مره تانية، بسالك ايه اخبار دكتور شادي؟ استنى، زي ما حضرتك قلتي وتفضلتي تكرمتي خرجتي كمية أسماء كثيرة جدا، كلهم ناس معروفين إلى حد ما، وكلهم ناس الشيء المشترك بينهم كلهم هو حبهم للبلد، وإن هم قالوا رأيهم اللي واضح إن هو أغضب القائمين على البلد. امبارح أنا كنت في زيارة لشادي، كان جلسة التجديد بتاعته أول امبارح، ما كناش نعرف لسه القرار. والحقيقة شادي كان مكتئب ومحبط جدا، وأنا سألته عن السبب، قال لي أنا شفت ناس كتير قوي يوم الجلسة. قلت له طب كويس، دي فرصة إنك تشوف أصحابك وتكلمهم، لأن زي ما حضرتك عارفة شادي داخل على سنتين في حبس انفرادي. قال لي لا يا فاطمة مش كويس، أنا حسيت إن مصر كلها مسجونة، وبعدين إحنا رايحين على فين؟ هيحصل لنا إيه؟ وآخرة اللي إحنا فيه ده إيه؟ النهارده زي ما يعني الكل عارف الضربه الرهيبه اللي بتحصل سواء المعتقل او اهله، اللي هو ان هم ياخدوا استثناء سبيل ثم النيابه تستأنف ثم المحكمه تقبل الاستئناف. انا مش قادره اوصف لاي حد مدى الالم والاحباط والقهر والظلم اللي بنحس بيه في اليوم ده. ما بيبقاش يوم، انا عشان اتعافى من الموقف ده لما مرينا بيه انا وشادي في الصيف في يونيو، انا قعدت حوالي 3 أو 4 شهور قبل ما اقدر ابقى بني ادمه قادره اتعامل شويه مع المجتمع، مش هقول لك بني ادمه طبيعيه. ف النهارده اللي حصل مع علاء عبد الفتاح، محمد الباقر، علا القرضاوي، مش عايزه انسى حد، لو حد تاني مر بالموقف ده بجد انا بقول لهم قلبي معاكم، مش عارفه اقول لكم ايه، مش عارفه اساعدكم ازاي. ما بقاش في ايدنا حاجه نعملها للاسف، غير ان احنا يعني بجد نلتف حوالين بعض ونحاول نساعد بعض قد ما نقدر. طب فاطمه ممكن تحكي لنا عن ظروف سجن شادي؟ هل هو لغايه دلوقتي محبوس انفرادي؟ هل بتقدري تزوريه بصوره منتظمه؟ هل بتقدري تدخلي له الحاجات اللي هو محتاجها؟ ظروف حبس شادي زي ما هي من يوم ما اتنفت، احنا دلوقتي فاضل لنا 3 شهور ممكن حبس سنتين. شريف حبس انفرادي في سجن القناطر، والحمد لله انا بزوره بانتظام مره كل اسبوع، وبقدر ادخله حاجته اللي متعرف عليها اللي مسموح بيها لمعظم السجناء اللي في ظروفنا. يعني زي ما بقول لك انا بقيت بقول الحمد لله في ناس بقت اسوء مننا بكتير. طيب فاطمة زي ما انا ما قلت، يعني شادي طبيب معروف، شادي عمله سياسي معروف، مش معروف حتى للي كانوا موجودين في الثورة أو مشاركين في الثورة أو
أصدقاء الكفاح لا معروف تقريبا لكل المصريين، وشادي من أسرة أيضا معروفة وأسرة أيضا مشهورة ومعروف الخدمات اللي هي الوطنية اللي هي قدمتها في مصر من أماكن مختلفة يعني على حسب وظائفهم. هل حاولتم تتواصلوا مع أي جهة رسمية؟ هل حاولتم تتواصلوا تفهموا ليه ده بيحصل مع شادي؟ إمتى هيتم الإفراج عنه؟ إيه المستقبل اللي منتظركم؟ مع احترامي موضوع الشهرة أو شهرة العيلة أو شهرة منى أو مهما كان، شادي حالته بقى زيها حوالي 100,000 موافقة للرأي أو موافقة سياسي، ما احناش فارقين عن أي حد عشان يبقى الكلام واضح. كلنا بنمر بنفس التجربة زي ما بقول لحضرتك، في ناس ظروفها بقت أحسن من ناس، وبنحمد ربنا على كده، بندعي للي ظروفهم أسوأ مننا، بندعي للناس اللي مش معروفة، على الأقل إحنا زي ما حضرتك بتقولي معروفين، في ناس بتتكلم عننا، في ناس مش معروفة، في ناس مفيش حد بيزورها، في ناس محدش يعرف هي فين، في أهالي بتنام ومش عارفين ولادهم فين لغاية دلوقتي، هم عايشين ولا ميتين، في ناس كتير كده. فموضوع إن أنا أتواصل مع حد، لا أنا مش بتواصل مع حد، مفيش حاجة نعملها، مفيش حاجة في إيدينا. يعني موضوع ان احنا بننزل جلسات وبيتجدد لنا وفي محاكمه وفي قاضي وفي جلسه تجديد او استئناف نيابه، انا بقول لكم من الاول ان كل ده مع احترامي للجميع مجرد تغطيه على اسم معتقل سياسي، احنا كلنا معتقلين. الموضوع ده كله تعرضهم للمحاكمه واستئنافات، الكلام ده كله مسرحيه. ارجوكم محدش تاني يسالني بتتواصلي مع مين، ارجوكم محدش يسالني المحامين رايهم ايه، المحامين مشكورين بيساعدونا بطريقه انسانيه اكتر منها قانونيه، اكتر منها اي حاجه، وهم نفسهم عارفين كده، ومنهم اللي مسجون زي ما النهارده كان حبس استئناف النيابه اللي اتقبل على حبس علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي الخاص اللي كان بيحاول يساعده استاذ محمد الباقر، غيرهم كتير جدا محامين هم نفسهم بقوا محبوسين. القضيه انسانيه ووطنيه وسياسيه ما لهاش علاقه باي حاجه ثانيه. قلبي معاك يا فاطمة، وإن شاء الله شادي يرجع لك ويرجع لأولاده قريب، وكل المحبوسين المظلومين اللي احنا بنحكي عنهم اللي نعرفهم واللي ما نعرفوش يرجعوا لأهليهم برضه. شكرا ليكي فاطمة هاشم، فاطمة هشام زوجة الدكتور شادي الغزالي حرب. بينضم إلينا عبر الهاتف محمد نبيل المتحدث باسم حركة 6 إبريل. محمد، الحقيقة المشهد ده متكرر، مشهد حد يتم إخلاء سبيله والنيابة تطعن عليه، أو حد يتم إخلاء سبيله والنيابة ما تطعنش عليه لكن يعاد تدويره في قضية تانية. هل احنا فاهمين ده ليه بيحصل؟ مساء الخير يا سلمى. الحقيقه ما حدش فاهم هم يعني ايه الهدف وايه اللي ممكن يحبس الناس وايه اللي ما يحبسش الناس. يعني حتى الاسماء اللي انت بتقوليها دلوقتي واسماء غيرها كمان، يعني هتلاقي منهم اللي بطل سياسه خالص، وفي اللي اصلا ما كانش مهتم بالسياسه لكن ممكن يكون اعترض على غلاء الاسعار مثلا، كانت قضيه مشهوره كده. وفي الناس اللي هم اخذوا طريق السياسه في اطار المحددات القانون الموجوده دلوقتي، زي مثلا النيه في المشاركه في الانتخابات مجلس الشعب الجاي اللي هي قضيه زياده الاعلام وحسام مؤنس. فاحنا مش عارفين الدوله عايزه ايه من الناس علشان ما تحبسهمش. هل اللي مبطل سياسه ينفع ما يتحبسش؟ هل اللي ملوش علاقه بالسياسه خالص ومعترض على الاسعار والاوضاع الاقتصاديه ما يتحبسش؟ هل اللي عايز يشتغل سياسه في اطار حزبي وقانوني ويتخش في انتخابات ما يتحبسش؟ فيا ريت الدوله تبدا توضح للناس ايه اللي ما يحبسهمش عشان نتجنبه. طب محمد، فاطمه كانت فاطمه دكتوره فاطمه مرات دكتور شادي الغزالي حرب كانت معايا من شويه، وهي حكت نقطتين مهمين. اولا مأساة ان حد يتعشم في ان ذويه هيخرجوا لما ياخدوا اخلاء سبيل ويقعد منتظر 24 ساعه ل 48 ساعه، يا فرج الله بيدعي ربنا ان اهله يتلموا وان ابنه يخرج من السجن او زوجته او زوجها والى اخره، او ابوه او الى اخره، وبعد كده ده ما بيحصلش. وهي بتقول ان ما بقاش في اجراءات قانونيه، يعني حتى المحامين مش عارفين يقولوا لنا ايه، ما فيش اجراءات قانونيه، مش عايزه حد تاني يسالني ايه الخطوات القانونيه. طب لما الموضوع كده يعني ليه بيتم اعطاء اخلاء سبيل؟ ليه بتحصل الدايره دي؟ يعني ليه ما بتجدد لهمش حبسهم وخلاص من غير ما ندي للناس الامل ان احنا والله طب هتخرجوا، احتمال تخرجوا بكره، لا والله مش هتخرجوا على فكره، خلاص انتوا قاعدين. ما هي دي المشكلة يا سلمى دلوقتي، يعني قلبي ويعني عند فاطمة وعند كل الناس يعني اللي ليها معتقلين، يعني موقف كنت أنا فيه شخصيا يعني، وشفت معاناة أهلي معايا في الفترة دي.
ويعني يعني انا عايز اقول لك ان انا في التحقيقات معايا انا شخصيا يعني انا ما كنتش بفهم يعني الدفوع اللي بتتقال هي يعني المحامين بيخشوا بيقولوا الدفوع اللي هي اسباب انتفاء وجوب الحبس الاحتياطي، زي مثلا انا عندي عنوان سكن معروف، عندي عنوان شغل معروف وكده، فبالتالي يعني ليه اتحبس احتياطي؟ فلما المحامين بيخشوا يقولوا الدفوع دي، وبعد كده لما كنت بروح عرض النيابه كنت ببقى مستني يتحقق معايا، طب انا موجود حبس احتياطي ليه؟ عشان اكيد هما بيحققوا معايا او مستنيني معلومه، لكن ما بتسالش غير في اول تحقيق، وبعد كده في الاخر عباره عن وكيل النيابه بيقول اسمائنا، المحامين بيخشوا يقولوا دفوع انتفاء اسباب الحبس الاحتياطي ويتجدد لنا، لغايه لما فجاه ما يتجدد لناش، لا اتحقق معايا ولا حد قال لي معلومه زياده ولا المحامين قالوا كلام جديد، طب انا ليه مثلا اتجدد لي 5 6 مرات وفي السبعه نفع ان انا اطلع؟ دي حاجات مش مفهومه. انا مش خبير قانوني، ولكن على الاقل يعني لما يتقال محامي يقول اسباب انتفاء الحبس الاحتياطي مثلا، فالنيابه تقبلها فتقول انا قبلتها طبقا لبنود القانون 1 2 3 4 5، عشان لما يجي في بعد كده النيابه تقدم استئناف، نيابه ثانيه تقدم استئناف فيتقبل، يتقال لا انا دلوقتي قانونا بقول لا ما يخرجش عشان الاسباب الفلانيه. لكن انا اللي بشوفه في التجديدات او استئنافات وقبول استئنافات او من عدمها من غير اسباب، انا المحامي بيخش يقول نفس الكلام، فجاه وكيل النيابه بيقبله، فجاه النيابه الثانيه بتستأنف، فجاه برضو المحكمه بتحكم بعكس الاولاني، طب ايه الاساس القانوني ده؟ محدش عارف. فيعني الموضوع يعني يمكن فاطمه قالت نقطه مهمه، يعني هو الموضوع شكل واطار قانوني، حتى المحامين بيروحوا بيقولوا يعني احنا بنحضر بس يعني قانونا، احنا قانونا ما ينفعش حد يكون محبوس منكم، ولكن لازم بنكمل دائره الدعم بتاعتكم والواجب القانوني اللي عليه، لكن قانونا فعلا ما فيش حاجه اسمها قانون، هو الموضوع كله سياسي ومعروف يعني، ويعني اتمنى يكون في حد عاقل يعني يكون بيحاول يتدخل عشان يغير الاوضاع دي. مش معقوله كل الناس دي محبوسه لاسباب المفروض يعني بينص عليها القانون، اصلا مش عارفين ازاي بيستأنفوا عليها وازاي بيقبلوها، يعني ما حدش بيقول قانونا ده ايه، فيبقى في حد على الاقل بيوضح، يبقى الشكل باين حتى ان الاسباب القانونيه الناس تتكلم وترد عليها. طب محمد علاء عبد الفتاح أثناء تجديد حبسه في أول الشهر الجاري وقف وقال كلمة، قال أنا شايف إن كل الأطراف منهكة وأتمنى الوصول لحل سياسي. وده بيفكرنا برضو بمبادرة تقريبا النائب طنطاوي اللي مش بيطالب برحيل النظام لكن بيطالب بتعديلات دستورية، تعديلات سياسية، وهو قال إن هو بيأيدها، قال أنا بأيد هذه المبادرة. هل تفتكر ان علاء لما بيقول خلاص يا جماعه كل الاطراف منهكه خلينا نوصل لحل سياسي، خلينا نقوم عارف الاصلاحات السياسيه اللي كان بينادي بيها الحزب الوطني زمان، اصلاحات تمام من الداخل والى اخره، هل تمام تعتقد ان علاء لما بيقول الكلام ده بيمثل نفسه ولا بيمثل جزء كبير، هقول ايه، من جزء تيار حقيقي من الشباب موجود دلوقتي؟ والله احنا بنقول الكلام، انا يعني ما اقدرش اقول تيار كامل، ما اعرفش طبعا بقيت اراء الناس، ولكن انا بقول لحضرتك احنا فعلا قلقانين ان الاوضاع دي توصل لانفجار يودي البلد كلها في داهيه، وساعتها مش هيبقى فيه يعني مش هيبقى فيه معارضه وفي مؤيدين وفي جيش وبتاع، هيبقى حاله انفجار شعبي وغضب لاسباب كتير سواء سياسيه اقتصاديه اي حاجه، ساعتها الدنيا مش هتمشي زي ما هم متخيلين، يعني مش هتفضل ممسوكه بالقوه والقبضه الامنيه دي كتير، لان فعلا زي ما علاء قال الناس تعبت، يعني انا مش هفضل عايش طول عمري برضه بجري ورا ناس، يعني عندنا مشاكل خارجيه كبيره محتاجه جبهه داخليه موحده، فاحنا بالنسبه لنا ده الاختيار العاقل المنطقي اللي المفروض النظام يسمع له ويتجه ليه. فكره ان الاطراف منهكه كلها، انا اتمنى ما يبقاش في اطراف اصلا، انا اتمنى نبقى كلنا فعلا بنتكلم في دوله حق وعدل وقانون. ده المفروض الكلام اللي الناس اتفق عليه. طب يا محمد مبادرات زي كده المفروض تبدأ ازاي؟ يعني احنا شفنا في الفترة اللي فاتت مناشدات كتير من النوع ده بصراحة بتنادي ببعض الإصلاحات السياسية، بعد حتى مناشدات أصغر من كده كمان، الإفراج عن المعتقلين دول، الإفراج عن دول مش معتقلين من الداخل نفسهم بيقولوا والله يا جماعة مش هنتكلم في السياسة تاني ولا هنعتبها بس خرجونا وإلى آخره المشاهد دي، لكن النظام واضح إن هو يعني ودن من طين وودن من عجين، فإيه اللي ممكن يحرك المياه دي؟ للأسف اللي هيحرك المياه دي هتبقى نقط فشل للنظام، هتجبره ان هو يبدأ يقول يصحح المسار، ونقط فشل للنظام دي معناها للأسف بما ان هو النظام الحاكم فهيبقى للأسف هي نقط فشل لمصر كلها. العقل بيقول ان احنا نبدأ نعمل ده قبل ما نوصل للنقطة دي،
لكن ان احنا نستناها فنبدا تحصل مشاكل فنبدا نصوت، زي مثلا نظام حسني مبارك لما الدنيا انفجرت بدا كل يوم يقدم تنازل تنازل لغايه لما انتهى ان هو مشي خالص. فيعني اذا في تجربه او اي حاجه نتعلمها من التاريخ عامه ان ما بيمشيش الطريق ده، ما بيأديش غير ان البلد بتقع وبتنهار، بيخش في مشكله كبيره، ساعتها النظام بيبدا يتغير او يبدا يصلح. لا احنا عايزين نبدا نغير ونصلح قبل المشكله ما تبدا. طب محمد، في انتخابات جايه اهي، وفي احزاب وفي تنسيقيه شباب الاحزاب بيحاولوا يقابلوا الاحزاب اللي موجوده او الاحزاب المستعده تقابلهم. هل شايف ان الشباب المفروض يعني في ظل الاوضاع دي كلها، في الاوضاع اللي احنا بنحكي عليها ووجود كتير من شباب الاحزاب اصلا داخل السجون، المفروض الشباب يشارك، يحاول يشارك في الانتخابات دي والاستحقاقات دي؟ يعني انا طبعا مع المحاوله في اي حاجه، ولكن فعليا يعني عشان تبقى تجربه تنفع مصر مش مجرد معارضه بتحاول تزاحم نظام، انا بتكلم عشان تنفع مصر فعلا. الانتخابات بيئه، البيئه دي معناها حريات، معناها ناس من حقها تتكلم زي ما بتقول، زي ما هي عايزه تقول، زي ما هي بتفكر، تقول افكارها بكل حريه وكل شفافيه لكل الناس، وما يبقاش متوقع نتيجه كلامه اي عقاب او اي تهديد. فالانتخابات يا ريت يعني احنا لو في طريق للتغيير او عرض وجهه نظرنا، مش بتكلم حتى للتغيير، عرض وجهه نظرنا للناس، ونقول والله احنا شايفين الصح كذا من غير لا تجريح ولا صراع ولا تحريض ولا اي قصد، احنا وجهه نظرنا الصح في النقطه الفلانيه كذا. لو الانتخابات هتوصلنا ان احنا نعرض وجهه نظرنا للناس بالطريقه دي، يبقى تمام، موافقين طبعا. احنا مش عايزين اكتر من كده، عايزين عرض وجهات نظر وفرص متكافئه للناس كلها. لكن البيئه اللي حاصله دلوقتي دي، هل بيئه تؤدي للديمقراطيه او وصول صوت معارض او صوت للناس في البرلمان او في المحليات او في اي حته؟ لا انا ما اعتقدش يعني الانتخابات هتوصل لكده. فاتمنى توفير البيئه اللي توصل لكده واللي تخلي الناس اللي عايزه تشارك. يعني انا عندي زياد العليني وحسام مؤنس على ممسوخين بسبب نيتهم المشاركه في الانتخابات، وامن الدوله عارف ده كويس، يعني سيبكم من كلام الاخبار بتاع اصل ضد النظام والكلام ده، هم عارفين بسبب الامل اللي هو تنظيم الامل، مش تنظيم الامل، مبادره الامل عشان المشاركه في انتخابات مجلس الشعب الجاي. المفروض لو في نيه حقيقيه للنظام ان احنا نمشي في سكه فعلا ديمقراطيه وعرض وجهات نظر مختلفه، الشباب دي تطلع وتشارك بوجهه نظرها ايا ما كان. اللي مؤيد ليهم يبقوا هم طيار، يبقوا حزب او يعملوا هم هيعملوه، يعني طريقه مشاركتهم في الانتخابات ما اعرفش متفقين عليها ازاي، الناس تشارك ورا الناس دي. والناس اللي مع النظام يشاركوا مع النظام ويخشوا في احزاب زي اسمه حزب مستقبل وطن والكلام ده، شغال برضه. كل الناس تبدا تقول رايها. لكن هتقبض على كل الناس اللي ضدك وتقول عليهم ضد النظام ويتجدد لهم بالثلاث سنين اربع سنين، وتقول بعد كده يطلع مؤيدين النظام من مذيعين وصحفيين يقولوا هو فين المعارضه؟ انتوا مش موجودين في الشارع، وهم عارفين كلهم ان هم موجودين في السجن، يبقى احنا مش هنوصل لحاجه. بنشكرك، شكرا ليك يا محمد. محمد نبيل المتحدث باسم حركه 6 ابريل، شرفتني يا محمد. يعني ما اتمناش للوطن، ما اتمناش لمصر غير كل خير، ولاهلها كل الخير وكل الحريه طبعا. نشكركم، ليلتكم سعيدة، بكرة أحلى بإذن الله.